اه لا قوي قوي. تحب اجيب الراقصات يرفهوا عن الضيوف؟ راقصات برضو والاولاد موجودين. يا سلامه. ايوه انا عايز اتفرج على الرقصات، انا كبرت بقى. انت عايز تتفرج على الرقصات ليه ان شاء الله؟ انا مش مالي عينك. انت بتغيري ولا ايه؟ اه طبعا، مش ابن عمي، اتفضل قدام. ايه البلطجه دي؟ جهاد بتغير على محمود يا مولاي؟ ايوه، وهو جهاد لمحمود ومحمود لجهاد. حاضر، يعني انت بتوثق الاحداث عشان لو اي حاجه حصلت. أيوة. حاضر يا مولاي. أيوة. حاضر. تسمح لي بقى ادخل الرقصات؟ تدخل الرقصات. حاضر. وكان مولاي شديد العنايه في اختصار في اختيار الراقصات، ما كانش يختار اي رقاصه الا على الفرازه، ما فيهمش ولا غلطه. فلتدخل الراقصات. موسيقى غربي في بيت السلطان؟ لا لا لا، أنا ما اسمحش بده أبداً، حتى ولو على سبيل الإفيه. سلامة، أنت بتستهبل يا سلامة، بتستهبل؟ أنا آسف جداً يا مولاي، سموك ارتاح أنت وأنا هتصرف. طيب ماشي، ارتاح. تفضل سموك، تفضل. يا انجا يا انجا. يا سلمى، في يا سلام. مزيكا تتاري في بيت السلطان سابلي. يا سلام، النهج اللي انا فيه ده مش على الفاضي. يا سلام، كفايه الغدا، جايب لي علبه كشري بثلاثه. ايه ده؟ كنت عايز علبه كشري بكام؟ علبه كشري بخمسه، ده ليه زياده؟ لا انا اجيب لك الحله اضربي منها على طول بقى. ماشي. انا مش فاهم سر تمسك مولايا بيك انت دونا عن بقيه الراقصات. يقول لي هات لي الراقصات دي، هات لي الراقصات دي. سحراله ومال يعني؟ انت ماليه المسرح كله يا ماما. انا مش فاهم يا انجا، والله انت كان ممكن يبقى لك مستقبل كويس. انا ما اعرفش ايه اللي ممشيكي في الطريق ده يا انجا. انا ماشيه في الطريق ده عشان الطريق التاني ديا. انا غلطان، انا غلطان. امشي اتكل على الله. فلتنصرف الراقصات. اوعى الديكور. يا مولاي، يعني صراحة اختيار حضرتك هايل من الراقصات. ايه رأيك يا مولاي؟ لا انت اللي، انت اللي مولاي. انا سلامة، انت مولاي. انت متعود على ادوار البوابين يا زلمة. هل يا مولاي، هل يا مولاي التتار بيفكروا يخشوا مصر؟ اللي يفكروا يخشوا مصر يا ابني؟ مصر بلد الامن والامان، مصر متأمنها من كل حتة. يا سلامة. أنا هشرح لهم، اتفضل أنت يا مولاي. حدود مصر متأمنة من كل مكان، الحدود الخارجية لمصر في 5000 جندي شجاع، لو التتار فكروا إن هم يخشوا مصر هيتقطعوا. يا سلام، طب ولو التتار عدوا الحدود الخارجية دي هيبقى الوضع إيه؟ لو عدوا الحدود الخارجية في حدود المدينة نفسها فيها 8000 جندي شجاع، هيقطعوهم هيقطعوهم. طب لو عدوا ال 8000 دول؟ لو عدوا ال 8000 حوالين القصر في 10000 جندي من فرقه 5 خمسات. دي لو نمله فكرت بس تخش القصر هتتقطع. يا سلام، طب ولو التتار عدوا فرقه ال 5 خمسات دي هيبقى الوضع ايه؟ الوضع زباله طبعا. لا بس موجود مولاي، مولاي طبعا هيوقف لهم بسيفه البطار، يبقى حظهم اسود. ايوه طبعا، انا هطلع لهم. وعلى، انا عايز اقول لكم يا جماعه، مصر متامنه من كل حته، وعلى راس البلاد سلطان دائر
مولاي الحق مولاي ابعد ما حدش هيخش القصر. ولا ولا مرعوب ولا مرعوب. بقول لك ايه ما استهبلش في ايه. التتار دخلوا يا جدعان. التتار دخلوا؟ ايوه دخلوا مصر. ايوه دخلوا خلاص. طب ال 5000 جندي اللي على حدود مصر كلها عملوا ايه؟ قتلوهم كلهم. يا نهار ايه. طب ال 8000 جندي اللي على حدود المدينه عملوا معاهم ايه؟ دول بقى قتلوهم وعلقوهم كلهم على المشانق. مشانق؟ ايوه. جابوا لهم 8000 مشنقه منين دول؟ طب ال 10000 جندي اللي على حدود القصر نفسه دول بقى ذبحوهم وقاعدين بياكلوا الجنود جوه في المطبخ. يا سلام يا سلام. عمك تقول لي يعني انت رئيس اركان حرب وبتاع و5000 و8000؟ ما تقلقش يا مولاي، انت عارف مين اللي مستني التتار لما يدخلوا هنا في القصر؟ أه. سموك يا مولاي. انا بقول لك يا مرعوب. إيه؟ انت متاكد متاكد ان هم جايين على هنا فعلا فعلا فعلا؟ بقول لك قاعدين بياكلوا الجنود جوه. بياكلوا الجنود جوه. اذا ايوه مفيش مفر غير اننا ايوه اجري يلا. اجري من هنا اجري من هنا يا مولاي يا مولاي. ايه هتسيب الاولاد وهتجري يا مولاي؟ معقوله؟ ما انا هقول لك يا سلامه. انت بقى حضرتك يعني تخلي بالك من العيال. أنا خلي بالي من العيال. حضرتك خلي بالك من العيال وأنا كده كده هموت. بس أهم حاجة الختم ده بيثبت إن هم الورثة الشرعيين جهاد ومحمود. حاضر حاضر يا مولاي. تمام؟ اتكل أنت معهم. ماشي. مع السلامة. مع السلامة. ماما أنت رايح فين؟ أنت رايح فين؟ أنا هقول لكم يا أولاد أنا رايح أجيب الدب من ديله بس لعلنا لاقيله ديل وما عرفتش اجيبه واسيبه وارجع اقول ما لقيتلوش ديل رايح اجيب الدب من ديله بس على الله لاقيله. مع السلامه عم فؤاد. مع السلامه. تعالوا يا اولاد تعالوا تعالوا ما تخافوش انا معاكم انا معاكم مش هسيبكم ابدا لغايه ما التتار ييجوا ويمشوا من هنا. ما تقلقوش يا اولاد تعالوا تعالوا. احنا التتار احنا الاشرار بس في كله مختلفين. في تتاري صغير وتتاري كبير وانا تتاري ما بين الاتنين. ربع ها نص ها كيلو عبيله واديله. فين الملك؟ الملك فين؟ انا هقول لك الملك فين. هو الملك هرب بس من هنا مشي من هنا كده في كوريدور كده هو بعديه زي امريكان كيتشن واخد بالك. بعد ما بتعديه في حته معموله زي لاندسكيب كده هو بتخش من عندها في سرداب سري مكتوب عليه السرداب السري. ها خش هتلاقي الملك مستخبي جوه خلص عليه بالبتاع الخشب. الف شكر يا عم سلامه. لا ده احنا عنينا للتتار. ده احنا الواحد بيقف على السفاره التتاري بالاربع ايام عشان ياخد الفيزا يعني. لا على كده اجيب لك فيزا سياحي بقى. طيب ماشي الف شكر. استاذنك بس في كرسي العرش. طبعا ما دام احتلت مصر جت على الكرسي خد الكرسي. الف شكر. مع السلامه. ربع ها نص ها كيلو هاتوا الكرسي وشيلوا وهنحكم 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 كده. يا سلامه سلمت يا بابا. سلامه خاين سلامه قاتل. روح اكتب على الحيطان اجري اجري. خاين سلامة قاتل. يا دغور يا ياد يا دغور ياد اتكل على الله. سلامة خاين سلامة. أنا بعمل كده يا أولاد عشان مصلحتكم عشان ما حدش يعمل فيكم حاجة. معلش أنا معايا الختم بتاع أبوكم أنا مضطر أعلمكم بيه عشان ما تتوهوش يا أولاد. ما تخافوش ما تخافوش أنا معاكم. هاتي إيدك يا جهاد. أوعى تقرب لها أوعى تقرب لها. سلامة سفاح. اكتبها برضو على الحيطه اكتبها. يا سلامه ايدي. امال لو جبت حبر احمر كنت عملت ايه؟ انت ما عندكش دم. دلوقتي انا هبيعكم في سوق الجواري. انت هتشتغلي جاريه. وانا يا سلامه وانا 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 انت هتشتغل جاري مع اقرب تاجر جواري هبيعكم يا اولاد. بس عينيا هتبقى عليكم ما تقلقوش. جارية للبيع جاري للبيع أي حاجة قديمة للبيع. جارية للبيع جاري للبيع أي حاجة للبيع.
يا عم يا بتاع الجواد. ايوه. لو سمحت تشتري الجاريه دي والجاري ده بكام لو سمحت؟ لا انا ما بشتريش، انا هعرضهم لك ورزقي ورزقك على الله، بس ليا برسنتج 15%. 15% برسنتج ليه يا عم؟ ده كل اللي تجار الجواري بياخدوا 10% ماكسيمم. ماكسيمم؟ خلاص مش هنختلف، حطهم على العربيه. يلا يا جهاد، يلا يا جهاد. اوب ابسك اوب. يلا محمود يلا خلي بالك منه. كريم مش هوصيك. تقلقش. خلي بالك منه. مع السلامة. مع السلامة يا جهاد، مع السلامة يا محمود. يا بعد العز اللي كانوا عايشين فيه ده كله، بعد القصور وريش النعام والدوناتس والمشط وبوتيتوس، هيروح ياكلوا فول وطعمية وفسيخ من نبرو. لا العين اللي شافتهم في العز ده كله ما ينفعش تشوفهم وهم في البهدلة. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب. ايه الاستجابة السريعة دي؟ جاري للبيع، جاري للبيع. انت الراجل يا بتاع الجواري؟ ايوه يا ست مانجا. عندك جواري طازة؟ اه طبعا، امال ايه؟ الجارية دي لسه بشوكها على الزيرو. طب طلع لي الجارية وعلبة السوبر. طيب. يلا يا بت. هطلعها لي على كام؟ 50 دينار. لا لا لا، هما 30 مفيش غيرهم، هنزلهم لك في السبت. طب ما تهزيهم شوية. اهو. يلا يا بت اطلعي. رجع جهاد، رجع جهاد، ما حدش يقرب لها. بس ياض، بقول لك ايه يا ست مانجا؟ ها؟ تاخديش الواد ده كده فوق البيعة فري؟ اعمل بيه ايه؟ ده انا عند حريم السلطان. الواد ده هيبقى مملوك كبير وهيأثر في الاحداث اللي جايه. يأثر يطول، ماليش علاقه. محمود ما تسيبنيش يا محمود. خش يا بنت جوه. محمود هي كلمه. انا لازم اشوفك يا محمود. جابوا لي خميس وجمعه. خلاص خلاص. جاري للبيع، جاري للبيع، يا عيني بيع. جاري للبيع. تياترو مصر. يا أهل مصر، فاتت سنين وسنون وسنان، وكبر محمود وكبر الجهاد وكبر كمان سلامة، ومن ساعتها وأنا ماشي في كل شارع وفي كل حارة وفي كل زقاق ماشي بنادي وأقول أنت فين يا محمود؟ أنت فين يا جهاد؟ وارجع تاني واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ واغير في الاداء عشان الناس ما تملش واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ واقوم داخل باداء مفاجئ ما يتوقعهوش حد ابدا واقول انت فين يا حوده؟ انت فين يا بنت جهاد؟ لكن محدش بيرد عليا، والناس في مصر في كل الشوارع ماشيين بيحاولوا يساعدوني ويقولوا انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ انت فين يا محمود؟ سلامة، ازيك يا سلامة؟ ايه ده؟ الصوت ده انا مش عارفه. مين؟ انا محمود يا سلامة. محمود؟ وانا ايش عرفني انك محمود؟ مش بتشتغلني ولا حاجة. حسس. نرواية محترمة عيب. لا انت فهمتني غلط، يعني المسني عشان تتأكد ان انا محمود. المسني نفس الحبر من نفس الحبارة. محمود يا أخيرا لقيتك يا محمود، كبرت يا محمود كبرت،
وإيه اللي في وشك ده يا ابني؟ شنب. كبرت وبقيت تلزق يا ابني ما شاء الله. شغال فين دلوقتي يا محمود؟ أنا بشتغل قائد جيوش مصر مع الأمير عز الدين أيبك. قائد جيوش مصر، والشغلانة دي قرشها حلو يعني؟ مش مهم الفلوس، المهم مصر يا سلامة. يا محمود، انت عارف من ساعة ما بعتك انت وجهاد وانا ماشي في كل شوارع مصر يا محمود، عمال انادي واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ سلامة، انا هنا يا سلامة. ودايما اسمع التهيؤات. لا مش تهيؤات، انت تاني. انت فين يا محمود؟ يا عم انت لقيتني انا نادي عليها هي. انت فين يا جهاد؟ يا سلامة انا هنا يا سلامة. اهو سامع اللي انا سمعته؟ ايوه. طب شايف اللي انا مش شايفه؟ ايوه. يا سلامة انت ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ بصلي. اعمى. يا سلامة بصلي يا سلامة، ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ اعمى. يا سلامة بصلي يا سلامة، ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ بس بصلي حرام عليك. بقول لك اعمى يا هبلة، اعمى اعمى. ايوه يعني ما بتبصليش. ما بتبصليش ليه يعني؟ مش فاهمة. دي اتجننت البت باين ولا ايه؟ ادخلي جوه. مش هدخل. بقولك خشي جوه. انتي فاكرة نفسك ايه؟ أميرة؟ ده انتي جارية جربانة. خشي جوه كملي رقص. أنا ما بعرفش أرقص. من خفتك يا موكوسة، ده أنا جايبة لك عاطف عوض يعلمك كل الرقصات. أعمل إيه تاني؟ أجيب لك سفينات؟ خشي. عرفت صوت الردح ده جاي منين يا محمود؟ ده أكيد جاي من عند حريم السلطان. حريم السلطان. طيب أنا عايزك تخطف رجلك وتروح لحريم السلطان. هتقابل واحدة هناك اسمها أنجا، قول لها أنا جاي من طرف سلامة بأمارة. هي هتفهم على طول وتسلمك جهاد. سلامة، هجيب جهاد يا سلامة. مع السلامة محمود. يا أخيرا لقيت محمود وجهاد الاتنين مع بعض في مشهد واحد. أخيرا. وبكده يكون انتهى المشهد الأولاني، والمشهد التاني هيدخل وراه على طول من غير استراحة ولا حاجة. غيروا الديكور. لف يا عم. الله ينور يا عبد عزيز. الله ينور يا حاج احمد. انزل بالمنظر يا عم. انزل يا حاج. ايوه. اوعى دماغك يا اوعى دماغك. اتكل على الله. انزل كمان شويه. الله ينور يا عم احمد على الاضاءه. الله ينور. يا سلام يا سامي يا سلام. الله ينور يا ولاد. الله ينور. وبكده بقينا جوه قصر شجرة الدر. شجرة الدر اللي كانت متجوزة الملك صالح نجم الدين علي أيوب إبراهيم السيد باين. ولكنه مات بالهارت أتاك. ومن ساعتها الناس كلهم بيطالبوا الملكة شجرة الدر إنها تتجوز تاني، لأن كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. عشان كده كان أهلاً 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 بالملكة شجرة الدر. عشان كده كان الصراع دايماً ما بين أقطاي وعز الدين أيبك. مين فيهم اللي هيفوز بقلب شجرة الدر؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض، أو أنتوا اللي هتشوفوه. أنا مش هقدر أشوف لأن أنا أعمى. قمر يا مولاتي قمر. تفتكري هعجب أقطاي وأيبك؟ ده أنت تعجبي الباشا، هما يطولوا. ده أنت مش بس ملكة، ده أنت الملكة التي هزت عرش مصر. مولاتي حسبي يا أنجا. ابعدوا يا سفاحين، محدش هيقدر ياخد أنجا حبيبتي مني. مالك يا أنجا؟ حاسة بإيه؟ حاسة إني حامل. أخيراً عملتها.